في دايره الجيزه، مها صبري. مها انت حرام الدنيا شكلها عندك حر جدا، لانك يعني واضح ان اللجنه حر جدا، فقولي لي الوضع ايه لانه انت صعبانه عليا وانت واقفه في الحر. هو على الرغم كل الاستعدادات يعني اللي اقيمت في محافظه الجيزه، بس يعني فعلا المدرسه هنا ما فيهاش مروحه، فيعني كان الوضع صعب شويه كمان مع ارتداء الكمامات الوقائيه. لكن عايزه اقول لحضرتك ان بالفعل بدات اللجان الفرعيه في فرز الاصوات الانتخابيه، وتمهيدا لارسالها للجان العامه لاعلان النتيجه لاحقا. لكن عايزه اقول لحضرتك يا استاذه لميس، يعني الاقبال على مدار اليوم النهارده، زي ما حضرتك قلت في البدايه ان فعلا لما حضرتك رحت انتخبتي انا كنت موجوده في محافظه الجيزه من الساعه 9 صباحا بجوب على معظم المدارس الموجوده في محافظه الجيزه. لاحظت فعلا في البدايه ان الاقبال كان يعني مش مبشر بالخير، بعد كده مع توالي عدد الساعات لقيت ان الاقبال عمال يزيد، خاصه مع انكسار موجه الشمس. الناس بعد ما انتهت من اعمالهم كمان قدروا ان هم يجوا ينتخبوا. بعد ساعة الراحة لقيت الاقبال بيزداد اكتر، زي ما قلت لحضرتك ان احنا بتوع الساعة الاخيرة من الساعة 6 مساء لحد الساعة 9 مساء لقيت اقبال كثيف جدا. يمكن امبارح كنا بنقول ان السيدات هي المشاركات بشكل كبير وهم اللي بيتصدروا المشهد امبارح، لكن النهارده كمان لاحظت ان في مشاركات من الشباب ومن كبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة ومن السيدات برضو كان في مشاركة كبيرة. نقدر نقول النهاردة كانت الإقبال النهاردة أكتر بكتير من امبارح، على الرغم أن كانت بداية اليوم ما بتبشرش بكده، لكن كان في إقبال كثيف جدا في اليومين، يعني في اليومين نقدر نقول الانتخابات كانت الإقبال فيها كويس. عايز أكلم حضرتك عن التأمين اللي كان ملحوظ في اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة داخل وخارج اللجان، وجود الشرطة النسائية، وجود دوريات بتجوب عند المحافظة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وجود كافة التدابير للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة أن الانتخابات البرلمانية بتقام في ظروف استثنائية هي جائحة فيروس كورونا، وجود بوابات للتعقيم، وجود كافة الوسائل التعقيمية داخل اللجان الانتخابية، وجود فرق طبية داخل اللجان في حالة حدوث أي طوارئ. محافظة الجيزة كانت مستعدة ب 167 عربية إسعاف أمام اللجان الانتخابية، ده غير إن كان في استعدادات تانية ساعدت كتير وسهلت كتير على المواطنين. النهاردة شفنا مثلا كبار السن وهم داخلين اللجان الانتخابية كانوا بيحتاجوا للكراسي المتحركة ليوصلوا للجان الانتخابية، كانت قوات الشرطة بتقدر إن هي تساعدهم من خلال هذه الكراسي. كان في مقاعد لراحة المواطنين ولكن على مسافات آمنة متباعدة ما بين المواطن والآخر للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين. كان في وعي من قبل المواطنين، لكن في حته التباعد الاجتماعي دي كان في بعض المواطنين ما بيلتزموش بالتباعد الاجتماعي، لكن اللي كان ضروري هو الالتزام بالكمامه وتوزيع على المواطنين الجوانتيات داخل اللجان الانتخابيه. مده الانتخاب نفسها كانت لا تستغرق الثلاث دقائق، يعني كان المواطن ما بيستغرقش اي وقت تماما في اللجنه الانتخابيه، لكن كان المواطن يعني يدخل والاخر يستناه، يعني يستناه يعني على الباب ويدخل بعديه، لكن التكدس داخل اللجان ده كان من الحاجات اللي انا ما رصدتهاش. لكن من التجاوزات اللي رصدتها النهارده في اخر يوم هو وجود المرشحين داخل اللجان الانتخابيه، مش داخل اللجنه لكن داخل المدارس الانتخابيه، كانوا متواجدين يعني من بعد الظهر كده للاطمئنان على الوضع الانتخابي. دي كانت ابرز الحاجات اللي كانت موجوده في محافظه الجيزه اللي رصدتها خلال يومين الانتخابات البرلمانيه. بشكرك يا ماء، وبشكر مراسليننا على ملاحظاتهم الحقيقه. المراسلين بتوعنا يعني مش مجرد ان هو بينقل الوضع، لكن بيفكر بينزل بيشوف ملاحظات، فما هتشوف انه في والله ما في المرشحين موجودين، وده خطا انتخابي وخطا في القانون. فرج لاحظ مثلا انه في ملصقات، صحيح مش جنب اللجان ولكن في ملصقات كتيره، في انفاق كبير، يعني في عندنا ملاحظات بنشوفها في الشارع. كمان المجتمع الاهلي والمجتمع المدني ايضا رصد بعض الخروقات التي ربما لا ترقى لفكره التاثير على العمليه الانتخابيه، لكن لازم نرصدها ولازم نقول انها ما تتكررش، ولازم نقول انها لازم يعني القانون يقف امامها. لكن المهم، هل تلقت اللجنه العليا للانتخابات او الهيئه الوطنيه للانتخابات اي شكوى؟ يعني حتى السادسه مساء احنا سالناهم لم تصل للوطنيه للانتخابات اي شكوى حول سير العمليه الانتخابيه، وهنحاول نفهم منهم برضو المزيد من التفاصيل.